من تونس أو من تونس إلى مصر، فقرروا تشكيل قوة عسكرية عربية يعد من أبرز قرارات دورة شرم الشيخ، الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام عن طريقة تعامل الجزائر مع هذه المبادرة، خاصة وأن عقيدة الجيش الجزائري تمنعه من المشاركة في عمليات خارج حدوده. محمد بومجو دائما. بعد خروج قادة العرب من لقائهم ضمن قمة شرم الشيخ والتي عرفت العديد من الملفات الثقيلة، خاصة المشروع الذي انتهوا إليه بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة تتدخل لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، يبقى التساؤل كيف ستتعامل الجزائر مع هذه المبادرة، سيما وأن عقيدة الجزائر معروفة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مع تبني لغة الحوار. عقيدة الجيش الجزائري تعتبر كعقيدة يعني من 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 الثورة الجزائرية، وهي أننا لا نتدخل في الشؤون الخارجية. لكن الأمر هذا قاعد يتبدل من سنة إلى أخرى، حيث نرى الآن أن في دول كبرى أو حتى الدول إقليمية أو دول يعني في طريق النمو أنها تتصدى، حتى في دول إفريقيا تتصدى إلى بعض الجماعات خارج حدود نتاعها. نظرة المختصين تؤكد على أن الجزائر تبقى ملتزمة باحترام عقيدتها، إلى جانب التأكيد في هذه الدورة على انتمائها لمنظومة الدول العربية من خلال تقديمها الدعم المادي واللوجستي. في هذا الموقف هذا التزمت أولا باحترام عقيدتها المتعلقة بعدم إقحام الجيش الشعبي الوطني في التدخل خارج الحدود، وكذلك أنها التزمت كذلك بانتمائها للمنظومة العربية من خلال أنها سوف تقدم الدعم اللوجستي والمادي، مع أنه التحفظ الذي قدمته الجزائر كان نابع من الحكمة، وكذلك من أن الجزائر تقدم دائما قراءات صحيحة للتطورات المفترضة التي تحصل على المنطقة العربية. عقيدة الجيش الجزائري المعروفة بعدم التدخل في شؤون الدول ساهمت في الحفاظ على تماسكه رغم تعرضه لعدة محاولات لاستدراج، سواء التدخل في ليبيا أو مالي، وذلك من أجل الزج به في حرب استنزاف لإضعافه.